النسبة دي بقى مرعبة جدا ومؤشر خطير جدا جدا جدا، لأن أنت بتتكلم 97.8 بالنسبة لنا كغير مختصين عمرنا ما هنقدر نطلع هذه الاختلافات. صعبة جدا. وحتى المختصين مش هيتدخلوا إلا لو كان الموضوع كبير أو مؤثر أو شخصية عامة أو قضية رأي عام مثلا، إنما في العادي كده إحنا عمرنا ما هنقدر نكتشف. صحيح صحيح. وهنا بنقول إيه؟ بنقول إن دايما حاليا مع الوقت اللي إحنا فيه ده دايما حط مبدأ الحرص في بالنا. يعني يعني أي صورة أشوفها دلوقتي أحط احتمال 1% حتى إن هي ممكن يكون فيها تلاعب، ممكن يكون فيها عدم مثلا مصداقية في نشرها. بنشوف حاليا إن الموضوع كمان وصل لمراحل خطيرة جدا، وهي فكرة إن في بعض المصورين بدأت تتكاسل في إن هي تروح تصور وتاخد حقوق الملكية بالصور، وبدأت إن هي تقدر تجنريت الصور دي بالإي آي ويقول لك انا معايا الكوبي رايت للصوره. طيب بناء على ايه؟ هنا الذكاء الاصطناعي بدا يكون له دور مخيف جدا. احنا ليه دايما بنقول ان الذكاء الاصطناعي مهم وهو طفره كبيره جدا وهو حاجه مهمه؟ هو فعلا كده، ولكن فكره بقى ان انا ابقى يعني واعي بالكونسبت الخاص بيه مخاطره دي نقطه يعني في غايه الاهميه، لان هنا احنا بنتكلم في مساله امن قومي وبنتكلم كمان على مستوى العالم. احنا بنشوف حاليا بعض رؤساء الدول ممكن يتم في براكت فيديوهات وصور وحاجات كتير جدا ليهم وهم فعلا اللي عملوا الحاجه دي ولا نفذوا اي حاجه. فالموضوع لازم نتحرك دقه. من ضمن الحاجات برضو الاخطاء اللي بيقع فيها الذكاء الاصطناعي، انا مثلا وليكن هندي مثال كاننا في انجلترا النهارده وموجودين هناك، هنلاقي مثلا بعض الاشارات المرور ممكن ان انا الاقي الاشاره دي مش هي فعلا اللي بتكون متواجده مثلا في لندن. يعني في من ضمن الصور اللي تم فبركتها ويمكن شرطة المرور هي اللي كشفت الموضوع ده ان 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 فعلا الصوره خلاص هي اوكي ما فيهاش ولا غلط. اللي كشف الموضوع ده ان في الباك جراوند اشاره مرور مش هي المستخدمه في البلد دي، فاذا الصوره كامله هي صوره غير صحيحه. ودي كانت من ضمن الصور برضو اللي كان حصل عليها حالات ابحاث وكده، ان كان في مثلا اللوح المعدنيه للسيارات، يعني مثلا ممكن الاقي صوره ممكن تكون مطابقه لكل حاجه الشخص وكل حاجه. لان خلي بالك النماذج اللي بيتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها هي نماذج حقيقيه، بيتم مثلا ان انا بقول له ان في شخصيه معينه بديله مثلا الرمز التوصيفي ليها او الديسكريبشن اللي انا عايز اغذيه له، وهو بيبدا يبحث ويطلع الصور دي ويطلع ملايين من الصور ويا حبذا لو كانت صوره شخصيه عامه. هنا بنلاقي ان خلاص بقى بدا يجيب الوجه، بدا يركب عليه التفاصيل، وشفنا حاجه زي الديب فيك اللي كان يعني مزعل ناس كتير جدا. ويمكن احنا كنا اتكلمنا طبعا من خلال برنامج حرك من اكتر من 5 أو 6 سنين ان يا جماعه في تقنيات جايه جديده، يا جماعه خلي بالكم، يا جماعه في كوابيس هتحصل، في يعني ناس بيتركب ليها فيديوهات. وعايز اقول هنا نقطه مهمه جدا، الناس تخلي بالها ممكن يتركب لابنك فيديو ويقول لك مثلا ابنك بيشرب سجاير، ندي مثال صغير كده، ابنك بيشرب سجاير، حضرتك طبعا هتلاقي حد بيشرب سجاير وهو فعلا واخد التفاصيل بتاعه وجه ابنك، حضرتك هتروح طبعا البيت تضربه وتزعله وتشتمه ممكن تحبسه كده. طيب هو لو حضرتك خدت الخطوه دي وهو ابنك بريء انت شعورك هيكون ايه؟